من ولوج ساكنة العالم القروي للماء الصالح للشرب السيدات والسادة النواب المحترمين المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. سيد نائب. سيد الوزير، من خلالكم غير نعرف الحكومة شنو دارت الساكنة العالم القروي بالنسبة للماء الصالح للشرب، وخاصة احنا قرابين على شهر رمضان الأبرك. شكرا سيد نائب. جواب سيد الوزير. نائب، انتم عارفين بانه المعدل الوطني اللي وصلنا ليه الان على مستوى الماء الشرب 97%، ولكن على مستوى الايصال المباشر حوالي 40%. بطبيعه الحال مازال عندنا واحد الجهد كبير فيما يتعلق بالايصال المباشر، وهذا هو اللي تكلمت عليه في اطار البرنامج اللي قلت بانه غيتقدم جلاله الملك باش نغطيو المستوى الوطني، ايمانا منا بانه واحد العدد ديال المراكز ما بقاش عندها الامكانيه انها تدبر الماء الشروب ديالها. وفي السنه في الايام او في السنوات المقبله غنخصوا لواحد العدد ديال المراكز اكثر من مليار ديال الدرهم باش يكون هذا الربط بشكل سريع. وعطفا على ذلك الان كاين برنامج اللي تنشتغلوا عليه اللي هو برنامج الوطني ديال التطهير بشكل عام، اللي دخلت فيه واحد العدد ديال القطاعات الوزاريه اللي بغينا نديروا فيه الاندماج ما بين داكشي اللي كان تيدا كبرنامج ديال التطهير في العالم القروي وكذلك استعمال المياه العادمه، ونحن قد شارعنا فيه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، شكرا على هذا التنوير اللي نورتينا، غير اننا الماء في العالم القروي مازال كيعاني من عده مشاكل، خاصه بعد الصفقات العموميه اللي برمها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من 2008، وهي باقا متوقفه، حتى ذوك الاصلاحات الجزئيه اللي دارت تلفات من طرف المواطن، وغير من مره كنطلبوا منكم باش ارسال لجال تفتيش المراقبه. هذا هدر المال العام، غير كاين بعض الجامعات اللي كتوفر على سدود، مثلا جامعه امكراد وجامعه مكارطه ولاد محمد، وما عندناش الماء، باقيين كيضربوا عده كيلومترات باش يسقي واحد البوديزه ديال الماء. وكاين بعض الجامعات مثلا في اقليم السويره، الصديق ديالي حدايا كجامعه اكليف وايد داود، باقا كتشري البوطافيه 3 طن ما بين 300 و400 درهم، ودابا قلت لنا 99%، حنا 97%. حنا جامعات قريبه من مدينه الرباط بحال ولاد محمد ومكارطو، سد وسطهم والماء ما عندهمش. ما نمشيوش ناهيك عن الجامعات البعيده مثلا تيزنيت والرشيديه، هذا الشيء اللي كيشكل عده تظاهرات واحتجاجات. راه العالم القروي كيعاني من الماء، فكنلتمسوا منكم التدخل باش تفكوا هذا المشكل ديال الماء. وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ ليس هناك تعقيبات إضافية. جواب السيد الوزير. السيد النائب، الرسالة وصلت، ما يمكنليش نقول لك العكس، لكن أنا تنقول لك على مستوى الأرقام، الأرقام هي معقولة. دابا غير عندنا بعض المناطق اللي هي مناطق، أنت عارف العالم القروي، غتكون أنت ولد العالم القروي، راه ولد العالم القروي فيه الشتات، حنا تنتكلموا على مناطق بعيدة جدا. فحنا بطبيعة الحال هذا الموضوع هذا أنا تكلمت فيه وعاودت نأكد عليه، تنقول أن المشروع الآن اللي عندنا وتغطية جميع القرى. علاش؟ لأن هذه سابقا كانت حل المشكل ديالها. شكرا سيد الوزير.